أهلا وسهلا ومرحبا من جديد بكل مشاهدي قناة التاسعة في هذا الموعد الاستثنائي من برنامج التاسعة سبور. نذكر غدوة إن شاء الله نرجع أيضا للموعد العادي من خلال برنامج التاسعة سبور، ونغلق قوس المشاركة التونسية في مسابقتي كأس رابطة أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، ونفتح بوابة صح تعبير الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي انطلقت البارحة مع زوز مباريات، مباراة النادي الأفريقي ومستقبل برجيش وترجي جرجيس والأولمبي الباجي، زوز ملخصات مطولة عن هاتين المباراتين. ننطلق مع مباراة الأفريقي ورجيش، هدف من الجهتين، عزيز جباري، منعم الورتاني وأيمن الهذلي. النادي الافريقي مستقبل الرجيش، باي وجه سيظهر الفريقين مع بدايه الموسم الجديد؟ هذا هو السؤال المطروح قبل انطلاق المواجهه. النادي الافريقي وبعد ميركاتو محترم وفضل المشاكل الاداريه سقف الطموحات يكبر. مستقبل الرجيش المفاجاه صار الموسم الماضي، اوبجيكتيفو الخروج بنتيجه ايجابيه تحت قياده فنيه جديده. السياء دخل الجولة الافتتاحية بلوك جديد، معز حسان في حراسة المرمى، لاري عزوني في الميليو، والجزائري بالحسيني حاضر منذ البداية في هجوم نادي باب جديد. ثلاثة غيابات مؤثرة في تشكيلة الفريق لأسباب مختلفة، العيفة لعقوبة الإنذار الثالث، نبيل العمارة لأسباب صحية، ونادر الغندري غير مؤهل إداريا لخوض المقابلة الافتتاحية للبطولة. معطى خلى المدرب منتصر الوحيشي يضطر للاستنجاد برودريك كوسي في محور الدفاع مرة أخرى. فما برشا غيابات كما على غرار نبيل عنده بليسور تقلقته شويه دونك ما ينجمش يلعب، عندنا غازي تضرب في 15 مينوت، عندنا بليل تروزيام افيرتيسمون، عندنا كيف نادر اللي كنا برسك نستناو باش يلعب ما خلطناش في الاخر لحظه باش نحضروه، دونك عنده مشكله اداريه نتاع اوراق. يعني كي تشوف الاربعه هذوما اللي يعاونونا سيرتو هما عندهم جوتات باهيه. في المقابل المدرب فريد بن بلقاسم يعود بعد طول غياب لتدريب الانديه التونسيه من بوابه مستقبل الرجيش. في أول ماتش خيارات هجومية محدود بسبب غياب كل من نضال بن سالم هداف الفريق في السيزون اللي فاتت وفيكتور أباتا المنتدب الجديد في الميركاتو الصيف. وقت اللي يكون عندك غايب الهداف نتاع الفريق اللي هو نضال بن سالم اللي هو ثاني هداف في البطولة في الموسم الفارت، وإصابة أباتا اللي جات في آخر معناتها لحظة في المباراة الودية الأخيرة للترجي، هذا جزء مهاجمين نتاع الفريق الجيش، معناتها ما نقولكش راهم هذا المهاجمين الأساسيين رقم واحد، ولكن هما المتعودين يلعبوا أساسيين. عشرين دقيقة أولى في الماتش رينا فيها انضباط تكتيكي كبير لأبناء الرجيش، منظومة دفاعية صلبة، فريق منظم اختار سلاح الهجمات العكسي، وأول تهديد في المقابلة يجي من الضيوف عن طريق ركنية ثم محاولة أخرى ومعز حسين في المواقع. في ظل الانكماش الدفاعي الإفريقي غابت عليه الحلول الهجومية، كل المنافذ المؤدية لمرمى الهمامي مغلقة، والحل التسديد من بعيد، كرة أولى من الشماخي ثم تير من القصاب وحارس الرجيش ينقذ فريقه. ديفونسيفمون عندنا دي كاليتي كبيرة إنورم في الديفونس في الرجيش، عندهم لاعبية عندهم دي كاليتي ديفونسيف محترمة جدا. دونك هذاك علاش احنا رجيش حتى من الموسم الفارت ما كانتش تقبل أهداف، ما كانتش كانت الدفاع نتاعها كان ديما موجود. هذيك البوان فور تاعنا. السيا يزيد في ضغط، يحرم منافسه من الكره وينوع في عمليته. بريسيون اثمرت الهدف الاول الافريقي في الموسم الجديد بامضاء المهاجم ياسين الشماخي. هدف نفس الافارقه اللي واصلوا المد الهجومي وكانت لهم كرة الثاني اللي ضاعت، ومسلسل إذاعة الفرص ينطلق. اللي ضيع يقف، هذه هي أحكام الكرة. توش طويلة من رجيش في ديفونس لوكلو، أحمد الحادري يستغل البهتة الدفاعية ويرجع المقابلة لنقطة البداية، واحد واحد فسخ وعاود من جديد. الحمد لله توفيق من عند ربي، بونتو هذا نبدا في الشامبيونا، كنا رجال اليوم، نشكر صحابي الكل كانوا رجال اليوم وروحنا باكس، نبنيو عليه ان شاء الله.
المشاكل الدفاعية للإفريقي تتواصل، تأثير غياب بلال العيفة واضح، والحسابات تتلخبط بعد تغيير الثيران، عبد الرزاق أوت للإصابة، المعوض هو محمد أمين زغاد. النادي الإفريقي يرجع للهجوم، يرفع النسق وزوز محاولات متتالية لكن دون جدوى، المنافذ مغلقة ورجيش يستميت في الدفاع، ثم كرة أخرى للجزائري بالحسيني تضيع بكيف يغرب. المستقبل كان خطير في الكونتر، مرة أخرى يوصل الحارس معز حسين لكن كورتو ضايع. بريسك نلعب بواتا كونتر ديفون، ضيعنا برشا كور، لي زوكازيون جات بالراس جات بالتير، دونك حاولنا، مي تبقى من بعد هذاك توفيق من عند ربي. مسلسل اذاعه الفرص يتواصل، كوره على طبق للجزائري بالحسيني، ما يحسنش التعامل مع الوضعي، كوره البونتو الثانيه تضيع مره اخرى على تاكسيا. المدرب منتصر لوحيشي يضخ دماء جديد، يلعب ورقه العامري وسابو، ما كانش هي بالعبيدي وياسين الشماخ. علي العمري يصنع الفارق منذ دخول، إضافة كبيرة لهجوم السياء، أعطى الحلول وصنع الأخطر في أكثر من كور. الحارس الأزعد الهمامي طاح في أكثر من مرة، كان نجم اللقاء بتصدياته وزاد بمساهمته في توقف المقابلة في عديد المناسبات، ما خلى الوقت الإضافي يكون في حدود 6 دقائق. المحاولات الهجومية للسياء تتواصل، كالعادة التجسيم غايب، الفينيش نقصت في أكثر من مرة، في المقابل محاولة يتيمة لمستقبل الرجيش تيلت 45 دقيقة ثانية. واحد هي النتيجة النهائية للمقابل، 3 مواجهات بين الفريقين توفى بالنتيجة نفسها. المستقبل يرجع لمدينة الرجيش بنقطة ثمينة في أول مقابلة تحت قيادة المدرب فريد بن بلقيس. صحيح ان بوان بوزيتيف بالمقارنة وقت اللي تلعب ضد فريق في حجم النادي الإفريقي، فريق معناتها يمر بفترة زي نعرفوا من الموسم الفارت، يعني عمل نهاية نتاع موسم محترمة، واليوم زاد شفتوا فريق محترم. اليوم احنا قدمنا زاد مباراة محترمة، مباراة مقبولة، ان بوان بوزيتيف. الجورنية الأولى جات مع النادي الإفريقي في رادس، حضرنا سبيسيفيك وكل شيء كما يلزم، حبينا على الفيكتوار، على غالب جات نقطة الحمد لله بنسيرش نقطة، وإن شاء الله نواصلوا الماتش الجاي ونجيبوا فيكتوار بصادنا ضد مستير. بداية متعثرة للنادي الإفريقي في الجولة الأولى رغم المردود المحترم، تعادل البارح، السياء يواصل السيرية الخالية من الهزائم مع المدرب منتصر لوحيشي منذ قدوم، مع عودة الغايبين وتتالي الجولات الإفريقي سيكون في الطريق الصحيح، ومواجهة منتظرة في الجولة الثانية في ماتش شوك ضد النجم الرياضي الساحلي. Un peu déçu parce qu'on a eu beaucoup d'occasions. Il y avait la place pour prendre les 3 points et gagner ce premier match. Donc c'est un peu rageant de rentrer à la maison avec seulement 1 point. Après voilà, on va continuer à travailler pour que le prochain match on puisse prendre les 3 points. Mais il y a le temps, Charles, pour nous aider, 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 nous aider. Yeah.
كان تقرير مطول عن مباراة الإفريقي ورجيش، هدف من الجهتين، أسامة السلامي، برشا فرص وبرشا لعب في المباراة، لكن النتيجة خرجت متعادلة. شو اللي صار؟ صحيح عادل، أنا نقول النادي الإفريقي خسر نقطتين مباراة هذية. النادي الإفريقي اللي شفنا يعني تيل تحذيرات، يعني قام تحذيرات ممتازة جدا من طراز عالي، ظروف الكل متوفرة، حضر بداية الموسم كما يلزم. مباراة البارح يعني شفنا اللي يمكن العشرين دقيقة الأولى في الشوط الأول اللي النادي الإفريقي ما دخلش مليح، وكان حقيقة زاد رجيش واقف مليح، طلع يعني هدد النادي الإفريقي يمكن مرتين ولا ثلاثة، سجل هدف، لكن بعد العشرين دقيقة يعني شفنا يظل لي سيطرة واضحة، رغم اللي آخر الشوط الأول ما كانتش عديد الفرص اللي فريمون متاع أهداف. الشوط الثاني أنا نقول اللي نادي الإفريقي سيطر بالطول بالعرض، خلق فرص على اليمين على اليسار في اللاكس، حاجة اللي ما تعودناش عليها في النادي الإفريقي لإضاعة الفرص بالكيفية هذيك. يعني صابر خريفة اللي جاته فرصة فريمون متاع يعني بالعمر متاع صابر والإكسبيريونس ما تضيعش، فرصة أخرى زادة جات للنادي الإفريقي زادة تيت ا تيت مع اكسبلوا زاد للحارس رجيش اللي نعرفه يعني شخصيا نعرفه اي لسعد الهمامي، يعني ود ملعب تونسي نعرفه مليح، يعني سورتو عنده قامه طويل وفي الـ في الـ في السيمتر النجم نقول لك يعني عنده خصال باهيه. لكن انا بصراحه يعني فرحان على المردود، فرحان على قيمه الفرص يعني اللي جات للنادي الإفريقي، لكن في بطولة الموسم هذايا يعني النقطة بحسابها. نعرفوا اللي البلاي أوف اللي باش الكلاس الأولاني يهز معاه 3 بوان، الثاني 2 بوان، والثالث 1 بوان. يظهر لي النادي الإفريقي خسر اليوم زوز نقاط على ميدانه، إن شاء الله ما يندمش عليهم، ولكن الحاجة اللي تبشر بخير رغم الغيابات ورغم الإصابات، يعني عدة لاعبين ناقصين، حاجة تبشر بخير اللي الفرص موجودة. وإذا الفرص موجودة، وحاجة أخرى اللي لاحظت أن حارس المرمى نتاع النادي الإفريقي يعني تحسوا كانوا عنده عامين ثلاثة في معز حسن، كانوا عنده عامين ثلاثة في النادي، يعني حتى البارح يعني في سمعت بالراديو تسمع صوته في التيران يديريجي مليح الديفونس نتاعو، حاجة تفرح. ان شاء الله يعني الماتش الجاي يعني النادي الإفريقي يدارك وينتصر. عاد مجيد، هو تقريبا لخص كل شيء. نادي إفريقي يقدم فوليوم دو جو كبير برشا، ضيع برشا فرص، وانا نشاطره معناتها الفريق اللي يخلق فرص ما تخافش عليه، معناها يجي ضيع توا يجي يسجل بعد. لكن اللوم على النادي الإفريقي في حاجه، الهدف اللي سجله، قوه فريق مستقبل الجيش مؤمن زبيدي في ليتوش معروف من عمناه في شوبينا، يعمل ليتوش لونغ وقف واحد قدامه وقت يعمل ليتوش لونغ، ما انت حاجتين، يا اما فما ديفياسيون ودوزيام بال يلزمك انت تخاف منها، والا مش معقول معناها تقبل هدف في اللاكس يطلع وحده احمد هذي. دونك هنا اللوم على معناتها النايفيتي نتاع الديفونس تاع الافريكان، لازمش معناتها في مستوى لاعبين الكوب الافريكان تقبل هدف. رغم اني مدرب، سامحني المدرب، نتصور انا كان يعرف الشيء هذايا في التوش اللي لعبها، خلى قدامه لاعب باش يقلقوا، فهمت؟ خاطر يعرفوا الكاليتي نتاعو، يعرفوا الكاليتي نتاعو. بون لكل بافريكان بيان سور دخلوا برشا ملاعبين جدد، لازم لي ماتش اميكو لعبت تقريبا قداش ماتش وما خسرتش وما سجلت برشا اهداف، لكن وقت تبدا ماتش شامبيونال الريتم تحتاج للريتم هذاك. نتكلموا شويه على مستقبل الجيش معناها كان تشوفها من عمناول الكولون فيرتيبال نتاع الديفونس تاعها حافظت عليه تقريبا هما بيدهم، ناخذوا مروان السعيدي، مؤمن الزبيدي، وائل بن عثمان، عمر اللمتي، كونستان، معناتها لاعبين نتاع الديفونس مع حسام السيوت، تقريبا هذيك القوه نتاع الفريق نتاع مستقبل الجيش. والصعيب باش تلعب ضد مستقبل الجيش تسكر مليح وتضيق المساحات، معناها يلزمك تكون فريمون برشا موفمون برشا بوكو دو كاليتي انديفيدويل باش تنجم تجيو الفرص. انت تو تقول صحيح تقول صعيب باش العب ضد مستقبل رجيش. لا تقلق نعرف، ما قلناش ما تقلقش، اما اليوم النادي الافريقي ما نجم يلوم كان على روحه، يعني اكيد لو ميريت يرجع لمستقبل رجيش لانه الى بيان ابليكي لي كونسيني نتاع المدرب. ودايور اني معناها نحيي فريد بن قاسم
لانه فهمتني في الديكلاراسيون نتاعو كان حقاني قال احنا فريقنا معناها فريمون عنده اون كاليتي ديفونسيف كبيره من عملناه له رانا خدمنا عليه وفي نفس التواصل وكل شيء. بار كونتر الوليد الحضر اللي سجل هدف نقول له عايش ولدي راهو فهمتي ماذا بينا نقصوا من اللغه نتاع كنا رجال كومباني خاطر راهو قدامك رجال زاد معناها مش خاطر انت عملت اكس مع الكلوب افريكان في رادس راهو كنا رجال الناس كل رجال هذه رقم واحد ورقم اثنين حتى من الصغيرات نسمع فيهم والله نهز ولادي يكوروا الصباح نسمع فيهم حتى لي زونترونور تاع لي بوتيت اكاديمي كي الديفونسور نتاعو ينحي كوره ولا تاكون مارك يقول له صحيت يا راجل معناها فهمتي المقياس تاع الرجوليه مش خاطر ماركيت بونتو ولا ناحيه دونك نرجعوا لموضوعنا سي الحضري زاد ماذا بيا نقول له فهمتني اللي هو سجل هدف معناها ماذا بيا نقولوا لي احنا جينا على ثلاثه نقاط قال باش نلعبوا ضد النادي الافريقي بون سا سي با فيو سور لو تيران خاطر ابار اون اوكازيون ما نقصوش الميريت نتاع الرجيش لعبت مباراه ممتازه جدا داير اسعد الهمامي معناها ام في بي معناها احسن لاعب اليوم في الميدان سابروف اللي وصلوا له سابروف اللي وصلوا له سته ولا سبعه نحاهم الكاج لكن الرجيش لعبت صحيحه لامكانياتها حاجه ممتازه برشا اللي هي لعبت مغير لي دو اتاكون نتاعها معناها اللي هما ومالغريس لا تمكنت باش تسجل معناها افيك لي زاتو نتاعها اليوم النادي الافريقي لاري العزوني يعمل مباراة طيبة 90 دقيقة كاملة معز حسن كان يحكي عليه السلامي كيف كيف الحسيني بون على ريغور مازال بيرفكتيبل شوية صابر عبد اللاوي راهو كي ينقص لك لاعب في وسط الميدان الغندري يتضرب بغازي راهو مش 40% من الافكتيف خاطر سمعت الديكلاراسيون تاع البارح بارك الله بارك الله الكلوب افريكا عندها 25 فالابل كي ينقصوا زوز حاجه عاديه في كل ماتش جوست باش معناها بور كلوتوري حكيت لي ديكلاراسيون خاطرني يعجبوني برشا لي ديكلاراسيون معناها نتمتع بهم معناها فهمتي الحضر يقول له راهو لونترونور ما يعملش ديزاري راهو يعمل دي شونجمون فهمتني وراهو فهمتي تفرجنا في لي ماتش اميكو اليوم راهو رجيش جمعيه باهيه جمعيه متميزه وان شاء الله تكمل معناها تمتعنا وتعطي راهو نقل الناس معلومه بركه باش نقولوا على ال 40% هو لو تعرف شو قصد هما في البريباراسيون كانوا الاربع لاعبين دي تيتولير عنده صحيح يعني كي تنحي 4 من 10 تجي 40% هذاك اش حسبها مش حسبها 40% على تفضل نصر الحاجه اللي باهي اليوم فما زوج مدربين خدموا معنا في التاسع سبور تحيه لهم وكيف كيف زاد منصر نحيهم زوز اللي التاسع سبور قاعد تصدر في المدربين نصر ناقص كان انت تو انت مدرب مش يقرا روحك على الدبت اللي مارينيتش اللي قاعد نشوف فيه لكن حبيت نقول انا والله فما حاجه اللي عجبتني في رجيش اني لعبت على امكانياتها صحيح اليوم رجيش تلعب ضد النادي الافريقي ما تنجمش تلعب لوفونسيف ما تنجمش تحل اللعب برشا ناس نسمع فيها تقول شبيه رجيش لعب التلتاني مسكر اون بلوك انا نجم نلعب على امكانياتي انا بيدي كان جيت نسير في رجيش انا نقول لهم كيكا العبوا كيكا وضيعوا الوقت وعملوا هذيك هما السنين بعد ساعات انا نلعب امكانياتي نلعب ضد فريق كبير يلزمني نعمل كيكا لكن انت مطالب فريق كبير باش تحل الشفره باش انت تخرجني من الماتش انت تماركيني انت تعمل لا سوبيريوريتي نيميريك المطلوبه انك اليوم تعمل التفوق العددي اللي نجم يعمل الفارق في كل الافصى نادي الافريقي انا حسب اعتقادي انا في بطوله مصغره في بطوله كي من هذه مش مسموح له باش يضيع النقاط كي من هذه على خاطر النجم يندم عليها اليوم النادي الافريقي حبوه احنا فرحنا اللي رجع للمستوى نتاعو حقاني من الناحيه الاداريه ومن الناحيه الرياضيه ما يلزموش يفرط في النقاط كي من هذوما اللي نجم نهار اخر يندم عليهم وينجم يخليوه معناتها يفقد الحاجه اللي ما نحبوش يفقد. نحب نسال سؤال سلامي ما دام هو هنا مرحبا نحب نسالك على الشماخي علاش المردود نتاعو مش مستقر ما عندوش انتظام في المردود نتاعو بورتو عنده بوكو كاليتي سلامي. شوف الشماخي يظل العوام هذوما تو شفناها في النادي الافريقي انا نقول شويه كيما الكام تاع شوات الطفل ينجم يتمس فيسع لكن عنده كاليتي هو خدام برشا ورغم اللي توا في المباراه هذه زاد نقطه استفهام على الشماخي يعني حسب ما سمعت اللي الشانجمون صار على خاطر فيزيكمون طاح شويه ديزاميتون وسبب اللي تشاترنيش الراي ان الشماخي حسب اعتقادي طاح النيفو نتاعو مني وقت اللي صار فيه اشكال مع الكونترا في النادي الافريقي من وقتها من بارو بوندي ما عودش رجع للمستوى اللي هو مطلوب خاطر وقتها انا ذكرك الوقت هذاك اللي قعدت فيه نعاود ما نعاودش نمشي ما نمشيش نقعد ما نقعدش ومن بعد وقت اللي رجع الى حد الان مازال ما رجع بالرغم انا راني نفس كما كنت نحكي على شوات سي ان اتاكون اللي عنده امكانيات كبيره اللي قادر يعمل الفارق وعنده سونساسيون دو بوت ينجم يمشي لبعيد. بربي نزيدك سؤال سلامي كامل بار لا ميم اوكازيون ما تراش اللي الشماخي Il est meilleur sur un côté
خاطر عنده دو لا كاليتي تكنيك ويفسخ فاسيلمون ويعطي سوبيريوريتي نوميريك ويعطي لي اسيست. كي تحسوا كي تحطوا هكا مثلا اليوم يا في اون ديفونس ريغروبي نتاع رجيش ويعطيهم الصحه سكروا لي اسباس في اي صحيح ما نعرفش تسعه نعرف على الكولوار اي نعرف ما نحكي لك ما تحسوش سير ان كوتي خير خاطر بارفوا معناها يلعب يدخل الكور دو جو ويضيع برشا من معناها من الكاليتي نتاعو. انا جو فوا اللي شماخي حسب رايي وين كانت تعدى باساج باهي وماركا كان ديما يلعب 9 ونص خاطر عنده كاليتي في 18 متر يعني ما شاء الله عليه يعني بريسيزيون اي بريسيزيون وكذا. انا كما شفنا توا مثلا البارح لعب على الكولوار يمكن 70 75 دقيقه لعب كما نقولوا فيها بكره بلغه الكره الهواية طاح له شويه ماهوش رابيد نتاع كولوار يعني انا جوفوا كو شماخي 9 ونص اي 9 ونص ينجم يكون قريب للكاج وكما قلت لك يعني لاعب عنده بوكو دو كاليتي في 18 متر وان شاء الله اول جورني ما نجموش نحكموا لكن نجموا نعاتبوا ما نجموش نحكموا لكن نجموا نعاتبوا كما قلنا اللي صابر خليفه لاكسيون هذيك نتاع ما تضيع صراحه سورتو اللاعب كما صابر خليفه وكاو يعني ان شاء الله ما ندموش عادي واضح اذا الان نفتح ملف مباراه الترجي جرجيس الاولمبي الباجي البيجي يعودون بانتصار هام وثمين من خارج الديار. مزيد التفاصيل فؤاد بوفتح عز الدين مشارك وحمدي طرات. ترجي جرجيس وبعد أسبوع فقط من صعوده للرابطة الأولى يستقبل على ميدانه الأولمبي الباجي. الترجي يطمح لتأكيد الوجه الطيب في مقابلة البراج في حين الأولمبي بعنصر الخبرة يبحث عن 3 نقاط مهمة في بداية المشوار واستغلال عامل الإرهاق لأصحاب الأرض. ترجي جرجيس في بداية المقابلة حاول من الكرات القصيرة وكان الأحسن في منطقة وسط الميدان. الكرة تدور مليح لكن دون خطورة على مرمى قيس العمدون. في المقابل أولمبي حاول يضغط على منافسه في مناطقه وبعد بريسيون على اللاعب حسام رمضان عثمان كومباسا يفتك الكرة ويخرج بيسون وجه لوجه لكن الصادق يدعس يتألق ويخرج الكرة للركنة. بعد الكرة هذه الأولمبي حاول يمسك بزمام الأمور وكرة قوية من هيثم المحمدي ويدعس مرة أخرى يتصدى لها بصعوبة. هجوم معاكس للترجي عن طريق ناصف العطو يطيح في مناطق الجزاء والحكم يطالب بمواصلة اللعب. الترجي يتحرك لكن دون فاعلية كبيرة وحتى الكرة الرأسية للعطوي تمر جانبية للحارس العمدوني. الأولمبي كان مركز أكثر في اللقاء وكرة أخرى تتخدم بين المحمدي وشياب جبالي ومقاسية بقرة تلقى حارس ترجي جرجيس. أول فرصة اختيرة للمحليين كانت بعد تمريرة من العيفي والخويلدي في مكان ممتاز يسدد والعمدوني يفسخ الهدف. نفس العملية وركنية للترجي تخلت الجرتيلة والمهذبي ينقذ مرميه على الخط النهائي. دقيقة 42 مخالفة للأولمبي بيسون يصعد وحده كرة ما كانتش قوية يسجل بها الهدف الأول بعد هفوة من الحارس يدعس. بعد الهدف حاول الترجي يصعد أكثر للهجوم وسط تكتل دفاعي للأولمبيين والعتو يلقى روحه وجه لوجه لكن كرته علقة والحكم يعلن عن تسلل. الشوط الثاني الأولمبي يدخل بنفس الطريق وضغط على ملاعبية الترجي اللي في عديد المرات لقوا صعوبة في إخراج الكرة دون استغلالها من الباجية.
أبناء المدرب شهاب الليلي كانوا الأحسن انتشار ووقوف على الميدان، وهذا ما أثمر الهدف الثاني في دقيقة 62 بعد عمل ممتاز من أسامة فرج، وشهاب الجبالي ينجح في مغالطة الحارس يدعس. بعد الهدف الثاني صعبت المقابلة على أبناء منير رجب. في المقابل الأولمبي كان وفي لتكتيكه من خلال الضغط العالي وسرعة الانتشار، وما ريناش فرص تذكر باستثناء بعض المحاولات اللي كان عنوانها البارز تباطؤ ملاعبية الترجي الجرجس. ينتهي اللقاء على انتصار منطقي الباجية على حساب أبناء منير رشد. خبرة الأولمبي كانت الفيصل قدام لاعبي شبان، والأكيد أنه ترجي جرجيس مطالب بتطعيم الفريق في الميركاتو القادم من أجل تحقيق أهداف العكارة. اليوم لو خلينا ترجي جرجيس متحرة وتلعب براحتها يمكن كانت تعمل لنا برشا مشاكل. على ذاك انا امبيشي سيرتو في شطر التيران تاعنا نحن، انا امبيشي جرجيس تستعمل كل لي باس روميز لي فيكساسيون كل شيء. اثنين كان الانتشار تاعنا محكم. ثلاثة كانت على مستوى التصرف في مجريات المباراة، خاصة لما نفتك الكرة أو لما نبني الهجمة، أنه كانت التوجه توجه إيجابي أن نلوج على لا فيرتيكاليتي دون لو جو، ونجحنا في هذا، تصرفنا في المباراة كما حبينا. حاولنا معناها نروحوا 3 بوان تاعنا، وفقنا ربي اليوم انتصرنا معناها خارج الديار، باش خلينا نخدموا في أريحية عندنا جماعة كاملة باش نحضروا المستقبل سليمان في البلاد، إن شاء الله نونشينيو على الفيكتوار هذايا. إن شاء الله جاي خير. الحمد لله جاي الربح وخلينا مرتاحين، وجرجيس ديما تبقى جمعية كبيرة وإن شاء الله تتحسن أمورها وتتقد إن شاء الله. ما كانش حتى واحد يتوقع اللي أصلا مشارج ويلعبوا براج وكل، وسكر الميركات ونصور في ديسمبر إن شاء الله يتحسنوا بالكدا إن شاء الله. بريمي ميتون كانت تقريبا معناها المباراة متعادلة، معناها هجوم بهجوم، لكن ليزوكازيونات كانت واحدة ليهم أنا خذاها بسيزو بعد سونتراج، وبعد جات إجابة نتاع محرز في أتاك رابيد، قبلها زاد إجابة نتاع ناصف كيف كيف في أتاك رابيد. كنا أشونس إيكال بريمي ميتون، مي السيناريو في 44 مينيت يظهر لي ولا 43 معناها كان مش في صالحنا، كانت معناها خطأ فردي الحارس المرمى الله غالب دخلت. ما كناش حاضرين 100%، عملنا اللي علينا الله غالب، كنا منافس واقف فوق الميدان، حاولنا نخدموا كما المقابلات اللي فاتوا الله غالب ما وفقناش عبي، ما نخجلوش من الخصايا هذيا، ما زلنا نخدموا، ما زال سيزون طويله، عندنا دي جون باهيين ان شاء الله نحافظوا عليهم، وان شاء الله نبقاو في نفس المستوى، وان شاء الله القادم افضل. كاين ايكيب محترمه ياسر، ايكيب تفوتك معناها بار اكسبيريونس، تفوتك بار نومبر دو ماتش معناها في الناسيونال وفي في السينيور، انت عندك ولادك الاغلبيه صغار معناها اول معناها مباريات ليهم، مباريات الباراج، اليوم لازمك تصبر عليهم، سي ان دوبي سيزون. بالعكس انا بالنسبه لي بالعكس، معناها اليوم تعرف شو هو النقائص نتاعك لدخول هالبطوله هذه، معناها فهمتني شو هو نقائصك. انا اليوم بديت تكون لي فكره واليوم الاولمبي الباجي فريق محترم جدا واستحق الانتصار نتاعو، مبروك عليه، وان شاء الله معناها احنا معناها القادم افضل ان شاء الله. فوز هام إذن ومستحق للأولمبي الباجي خارج الديار. ترجي جرجيس ناصر البدوي لعب برشا مقابلات، ما زالت كي رجعت الرابطة المحترفة الأولى، كنا نعتقد أنه باش تكون مقابلة ربما شرسة على مستوى النتيجة على مستوى الأداء، وباش يلقى الأولمبي الباجي صعوبات جمة في هذه المواجهة، لكن ربح زوز بلاش وعاد فرحا مسرورا. وحب نحكي على المدرب الثالث زاد موجود، بكري حكيت على زوج مدربين. تحيه شهاب. ما نجمش ما نذكر شهاب الليلي طبعا صديقنا. نحب نحييه زاد من المنبر هذا. ايش نقول لك عادل، في كره القدم ما فماش حد شيء بتقاس. اليوم نحكي على الاولمبي الباجي من اول الفرق اللي بدات الموسم. من اول الفرق اللي بدات واعطت الثقه لشهاب الليلي باش يعمل كل الانتدابات موجوده في الاولمبي الباجي.
اليوم احنا وقت اللي تتذكروا كل في البلاتوات نقولوا من ينتدب من. اليوم استراتيجيه بالنسبه للاولمبي البيجي اتعظت من الموسم الفارط، جابت مدرب على بكري، اعطته كل الاليات، عملت تربص ممتاز. تعرف منهم تربص اولمبي البيجي قعدت 15 يوم في تربص معناتها متواصل ما بينه وبين الفرق، بينه وبين الملاعبيه نتاعو. هذا ما ياكد ان الاولمبي البيجي اليوم مشى عمل مباراه كانت منظمه، كانت مهيكله. اليوم حتى المسؤولين نتاع الترجي الجرجيسي يعرفوا ومتاكدين انه الترجي الجرجيسي ليفكتيف نتاعو وماهوش ليفكتيف اللي نجم يلعب به الرابطه المحترفه الاولى. يعرف اللي ليفكتيف نتاعو نقولوا احنا باش يتخلق شويه مشاكل باش يحاول ما نجمش يلعب اربع ماتشات في جمعتين اكزاكتومون. وفما حاجه اخرى مهمه برشا، انه الرصيد البشري ماهوش الرصيد البشري باش يلعب به الرابطه المحترفه الاولى، يستناو في الميركاتو نتاع ديسمبر باش يعملوا الريجمون نتاع سته ملاعبيه، سواء ثلاثه ملاعبيه اجانب اللي ما عندهمش ملاعبيه دو كاليتي ومش موجودين ملاعبيه، على خاطر تعرف الرابطه المحترفه الثانيه ما عندهاش الحق تنتدب ملاعبيه اجانب. كيف كيف زاده يحبوا ينتدبوا ثلاثه ملاعبيه، لكن في نهايه الامر عملوا ماتش محترم محترم للغايه. انا حبيت علاش نحل القوس هذايا، وقت اللي مسؤولين يعرفوا كيفاش ينظموا رواحهم، يعرفوا كيفاش يجيبوا المدرب الراجل المناسب في المكان المناسب، تنجم تكون نتيجه ايجابيه. انك اليوم تمشي لزرزيس وتنتصر وتاخذ ثلاثه نقاط، سي ان ديبار معناتها مهم برشا بالنسبه للاولمبي البيجي، يخليه يبدا الموسم برياحيه كبيره، يخليه يعطي ثقه للمجموعه باش يتكمل الموسم على احسن ما يرى. شنو نجم يضيف الصادق الكابتن؟ نجم نضيف اللي كونه المباراه كانت في عديد الفرص من الجهتين الحقيقه، تكميلا لكلام ناصر اللي كونه فريق ترجي جرجيسي معناها سور لو بلون معناها كونتيتي كميه صحيح ناقص شويه، وحتى كيف معناها من اللاعبين ما ينجمش يلعب اربع ماتشات معناها في غضون اسبوعين، سورتو معناها الشد العصبي الناصر معناها يبداو كانوا توندو على الاخر، لعبوا الباراج الاولاني كونتر مستقبل قابس، ومن بعد طلعوا اوتسايدير وتعداو هما في البول نتاع اربعه نتاع البلاي اوف للباراج. واليوم الحقيقه معناها فهمتني شكرناها في عديد المرات، وفهمني الحارس ويعطي الصحه وقام بعديد التصديات، والناصر يعرف احنا ما نحبوش ديما نتحاملوا. الفاتوره نحكي عليها بكري المجيد ما نحبوش نتحاملوا، ما نحبوش نتحاملوا سيكني خلصها زميل الله غالب الله غالب الله غالب اخترت الله غالب الله غالب خلص اما حارس لا لا اني ندعو بالمنصب هذايا باش حتى حد ما يتحامل عليها، انا جيتك ما يتحامل حتى حد على الحارس، ومش هو ومش هو اللي يتحمل المسؤوليه الحقيقه. الحراس كل تغلط معناها باش الناس ما تحملش عليه وتحمله هو مسؤوليه الهزيمه، عادي عادي جدا، لانه اليوم فريق الاولمبي البيجي كان معناها خلينا نقولوا اداؤه معناها فهمتي طيب برشا على الميدان، ونعرفوا بيسون معناها برمي لي غولياتور خلينا نقولوا بون كان عندنا في الشامبيونان، مي برمي لي غولياتور اللي ديما مستانسين بالاهداف، وان شاء الله ترجي الجرجيسي معناها يدارك العثره نتاعو هذه بروشينمون. سمعت منير راشد ديكلاراسيون كالعاده يعجبوني برشا ديكلاراسيون، قال معناها كان اوبجيكتيف برشا يعطي الصحه، وقال رانا نستناو في الميركاتو باش نعزوا صفوفنا بخمسه سته لاعبين يخليونا معناها نلعبوا مرتاحين في الفاز روتور نتاع الفاز اون هذه نتاع الجروب، لانه كل نقطه بحسابها. واضح عاد مجيد وتكلم على الشد العصبي في المقابله، فما الفوري زاد نتاع طلوع نشوه نتاع طلوع ممكن خليت الملاعبيه ما تخممش برشا على البريمي ماتش، عكس اولمبي بيجي اللي جاي كونسونتي على الماتش نتاعو، حضروا مليح ما خلاش ترجي زيس يلعب لعبه، ما عرف لي كاليتي نتاع زيس فريق تكنيك برشا شاب ليلي درس مليح درس مليح معناتها حتى في تكنيك الكوره اختار منطقه تاع وسط الميدان غادي وين عمل بريسينغ وما خلاش الكره تتعدى. الكاليتي نتاع زيس راهو حتى ملاعبي اجنبي ما عنده، ممكن الفريق الوحيد ما عنده حتى لاعب اجنبي، كلهم ولادهم صغار معناها خارجين من المدارس نتاعهم، اكيد ما عنده ما يخجل من الخساره نتاعو لان اولمبي بيجي كان حاضر واغتنم معناتها الفرص اللي جاتو. اكيد انا ترجي الزيس عنده مازال عمل كبير السنه المراجعه، اللائحه نتاعها لازم دعم زاد صفوفها بلاعبين اللي يجموا يعاونوا الفريق. اسامه السلامي تقريب احسن سيناريو بالنسبه لاولمبي بيجي يبدا الموسم بهذه الطريقه انتصار خارج الديار. صحيح بيجا كما حكى الناصر حضرت الموسم تاعها بالكدا، بدات على بكري تربصات، يعني اهم حاجه اهم حاجه كي يكون فما ثقه متبادله بين رئيس النادي والمدرب، كي يجي مثلا يتفاهموا على دي زوبجيكتيف ويوفر له تكون النتيجه هكا. اما بالله انا نحب نرجع على الديكلاراسيون تاع مدرب جرجيس منير راشد اللي نحترمه برشا،
شنو الميساج اللي عداه اللاعبين نتاعو دي سي ديسمبر تو؟ انا باش نجيب 6-7 لاعبين في الميركاتو، شنو الميساج هذا؟ اسكو هذا ميساج بوزيتيف للاعبين؟ يعني انت تو باش نعدي بيك من هنا لديسمبر اما راهم جايين ناس اخرين، هذه اولا. ثانيا خاصه كي تجي منه هو صحيح قال من شيرات اخرين يمكن وثانيا اهم حاجه انا راني تبعت جرجيس مليحه مناول فيها يعني لاعبين ممتازين جدا متكونين في الترجي وفي في عديد الفرق. جرجيس عمناول في موسم كامل خسر زوج مباريات برك. شفنا يمكن لاعبين شبان يعني اول جورني اول ماتش يعني في بطوله محترفه ماهمش مستانسين، لكن انا من رايي راهو الديكلاراسيون تاع المدرب كانت في غير محلها يعني خاصه توا ولاعبين شبان. واضح بالتوفيق لكلا الفريقين. عنا اكيد صورنا مباراة اتحاد المنستير وهلال الشاب 2-0 لفريق الاتحاد، واتحاد تطاوين ايضا والنادي البنزرتي 2-1 لفريق اتحاد تطاوين. النادي البنزرتي هو من بادر بالتهديف، لكن بحكم العقد اللي ربطنا مع الجامعه التونسيه كرة قدم لا يحق لنا تمرير المباريات الا بعد 24 ساعه. على ذاك عدينا مباريات تاع نهار السبت، ان شاء الله غدوه كان عشنا ان شاء الله في الموعد العادي باش نعديو ملخصات اثنين لمباراتي اتحاد المنستيري وهلال الشابة وايضا اتحاد تطاوين والنادي البنزرتي، لكن شاهدوا مع بعضنا الاهداف بسرعه. كيف كانت تغادي يا عصام؟ ما يسالش تقرير مباراة اتحاد المنستير وهلال الشاب. اثنين بلاش للاتحاد المنستيري امام هلال الشاب، وكما قلنا 2-1 لاتحاد تطاوين والنادي الرياضي البنزرتي. نعود طبعا مع انتظار عودة الجماهير، المطالب عديدة ومتعددة والأصوات تتعالى يمينا وشمالا تطالب بفتح الملاعب وفتح القاعات الرياضية بعد ما عادت الحياة والحمد لله إلى نسقها الطبيعي. تقرير عودة الجماهير للملاعب الكساسي وأيمن الهدفي. التصويرة هذه فقدناها زوج مواسم الفارطة في جميع ملاعب العالم بسبب جائحة كورونا. الموسم الجديد رجعت فيه الروح للمدارس في عديد البلدان ورجعت معها الأجواء واكتملت الصورة المعهودة لكرة القدم. في تونس بعد تحسن الوضع الوبائي وبعد القرارات الأخرى اللي اتخذتها رئاسة الجمهورية بالسماح للحضور والمشاركة في التظاهرات والأنشطة بالفضاءات المفتوحة والمغلقة، عشاق المستديرة تنتظر بفارغ الصبر رجوعها للمدرجات. حملات كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي بهدف رفع الحظر المفروض على الملاعب منذ أكثر من عام، إلا أن الجولة الأولى من بطولة الموسم الجديد اللي دارت البارح نهار السبت لعبت أوي كلو صدمة بين أحباء الفرق اللي كانوا يستناو بدقيقة ودرج رجوعهم للفيراج. الدعوات الجماهيرية المطالبة بعودتهم للمدارج تتواصل، والجامعة من جهتها تتفاعل معهم وتأكد انها باش تقوم بتعيين الماتشوات حضور المحبين في قادم الجولات، ولكن في انتظار قرارات جميع الاطراف المتداخله في تنظيم الماتشوات. اذا الجميع يطالب بعوده الجماهير، شنو الشيء اللي يخلي السلطات ما تحركش بسرعه وتتفاعل مع مطالب
الجماهير هي مطالب شرعية، خاصة وقت اللي قاعدين نشاهدوا ونشوفوا في كل الفضاءات مفتوحة وفي عودة الحياة لنسقها الطبيعي. وبالمناسبة حتى ألمانيا نحت تونس بالاستروج والحمد لله، إن شاء الله يعم الأمر طبعا على كل البلدان الأوروبية. فعودة جماهير الملاعب أصبح مطلب شعبي، مطلب جماهيري ملح صادق. صحيح، لأنه اليوم قعدوا كان جماهير الكرة محرومين من الكرة، وخاصة معناها في ظل انعدام الصورة، معناها عشنا الحقيقة نهاية أسبوع ويكاند كارثي باش نشوف الصور ونشوف الأهداف. جماهير محرومة بتشوف فرقها المفضلة معناها في الميدان وفي التلفزة، معناها الحقيقة ما تنجم تكون كان حالة استثنائية وكارثية، وإن شاء الله ما توصلش وإن شاء الله توف. اليوم فما منشور من رئيس الجمهورية يقول لي باش يسمح معناها بالتوافق مع وزارة الصحة باش يسمح للجماهير بدخول المنشآت الرياضية بساعة لا تتجاوز 50%، هو ما هو جاري به العمل حاليا في كامل المنشآت الرياضية في العالم كامل. معناها راهو في إيطاليا، راهو فهمتني فرنسا كاملة كيف تقريب. كيف براتيكمون 70% ما عندهم قبل لابول هذيك نتاعهم، ومن بعد ولاو فهمتني معناها براتيكمون 70%. اليوم الحقيقة معناها ربما طريقة أخرى بيشجعوا الناس باش تلقح، زاد اللي يدخل للاستاد يكون ملقح، واللي فما نسبة كبيرة ماهوش ملقحين، واللي مغروم بالكورة مغروم بالجمعية نتاعو مطالب يمشي يلقح باش يدخل للاستاد. المنشور هذا يقول اللي كونه لازم تلقيح معناها من طرف الناس اللي ناوية تمشي معناها تتفرج على فرقها، كسوا في سالة معناها اللي هي أونسانت مسكرة، عاد ماك تعرف العدوى أكثر معناها في أونسانت مسكرة، وإلا فهمتي في ملعب كرة قدم. تحية طبعا للزميلين مراد مجيد وفتح الناصري اللي قاموا طبعا بربورتاج خاص بمباراة اتحاد طاوين ونادي بنزرتي، إن شاء الله غدوة كان عشرة بإذن الله نعود إلى كما قلت هذه المباراة ومباراة اتحاد بونصير وهلال الشابة، لأنه الغير ممكن أنه نصوره في نفس اليوم ونعديه في نفس اليوم حسب العقد يربطنا مع الجامعة التونسية لكرة قدم، فنحترم العقود. طبعا أسامة أنت زادة من الناس اللي طالب بعودة الجماهير، شو المطلوب اليوم حتى نحفز الناس ولا نساهموا في دفع نحو هذا القرار اللي ما فهمتش علاش قعد معلق بين السماء والأرض؟ والله كما قال يظهر لي عودة الجمهور توا شفنا المباريات بيومش نكهة، لكن يزم زادة نقولوا اللي جمهور الكرة بالخصوص خطر فيها أعداد كبيرة، نتصور اللي حتى النوادي محضرة رواحة باش تكون ليزابونمون ما يتخذاو إلا ما يكون يعني المشجع يكون ديجا ملقح باش ياخذ لابونمون، فهمت؟ هذا نجم نسهلوا به برشا ونحلوا بيبان الاستادات اللي الناس متعطشه، كما تعرف يعني الناس كل توا عندنا مده كبيره يعني استادات فارغه ما فماش جو وقيت وكاو قيت. طبعا عبد المجيد عبد طبعا احنا كلنا نشجعوا رجوع الجمهور، لكن اكل بريس سلامي شفنا شفنا الجمهور نتاعنا مش ناضج، قديش من مشاكل تصير. لا لا سي امبورطون، ما انا ما عادش نرجع من الحقيقه، خلينا نتكلموا الحقيقه، خلينا نتكلموا الحقيقه، خلي يرجع رايه يرجع رايه الجمهور يرجع، ما قلناش ما يرجعش، اما الميساج لازم ياخذوا هو ياخذ عبره من الجماهير نتاع البرا، لازم وقت يشجع جمعيته يشجعها ويحترم المناسب، لازم يكون معناتها واقعي، ما يعملش الشغب، ما يعملش المشاكل مع الامن، هذا المطلوب من الجمهور، الجمهور يرجع، اما شفنا مشاهد يا سلامي ما تشرفش، ما تشرفش الرياضه في تونس، ما تشرفش كرة قدم، ما تقوليش عدة اسباب، الاسباب هذوما تحكي عليهم انت، لا تحكي عليهم ما نشوفوهمش في اوروبا. شوفوا كيف في تونس عليه في تونس في في بعض الحالات احنا صادق في كل مقابلات تقريبا ولينا الجمهور ساعه ساعه يهبط الميدان يوقف مقابله شنو هذا ومش يمشيو، دونك يرجع الجمهور اما يرجع منظم يرجع بالعقل نتاعو يرجع يشجع جمعيته كيما كنا قبل يا سلامي الناس تتفرج فينا وتقبل الخساره وتروح تروح ما غير مشاكل. اليوم الجمهور نتاعنا في بعضهم يتعاركوا لا ما نحكيوش ايه مالك كيفاش تقول لي اكثر المشاكل اللي صارت في المباريات ديما شوف راهو خلينا نكونوا واضحين، انا تو حضرت في الاستادات وتمشي انت وتحضر راك تقعد ثلاثة سوايع زاده في البرة في الشمس وبعد تعدى على فوي تقول داخل الواحد مش مبرر نحكي لك لا ودي مش مبرر لا خلينا نتكلم قلت لك انا مش واقف وتقول لي مبرر نقعد ثلاثة أربع سوايع ومن بعد تزيد تدخل يعني تصور انت الستريس والعصب وزيد من بعد تلقى شوف
انا راني ضد كما نقول لك، لكن ساعات فما اللي يصير، ساعات مدر ساعات حكم مباراه ينجم يعمل لك كارثه راه في ملعب، فهمت يعني؟ هي كلها مربوطه بعضها. وهذا المجتمع التونسي ما برش سلوك غير رياضي نتاع الجمهور. تنجم فما حل وحيد اللي تكونه تولي يعني حاجات ردعيه، مثلا اللي يطيش مثلا اي حاجه ولا يعمل اي اشكال يتعاقب الفريق ويتعاقب الجمهور، وقتها حتى الجمهور منه فيه انت قاعد بجنبي وباش تعمل مشكله انا نولي نوقفك، ما عادش لما الامني ولا اللي هو. اما بصراحه يعني كان باش نقعد هكا متخوفين من على حسابك انت مش بترجع مدى الحياه. لا 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 يعني ايش قلت لك؟ قلت لك انا ان شاء الله الجمهور يرجع، اما يرجع بالاقل نتاعو، يرجع بالنص نتاعو، يرجع الجمهور هذاك اللي يشجع جمعيته ويقبل هزيمه فماش جمهور يقبل هزيمه في العالم. لا كان جميل ليك علاش كان تخرج؟ لا لا كنا قبل وقت نلعبوا جمهور تخرج ديربي كلوب افريكا سبيرانس اللي يربح جمهور اي ما يصيرش شيء، الناس الكل تخرج كل واحد شاف نيته ما يساعد شيء. علاش ما نكونوش كيما قبل؟ علاش تو ناس صغار يدخلوا شفتهم معناتها 16 و 18 بالحاله اللي هي فيها شفتوا شو يعملوا ما يعملوش. ان شاء الله هذا ما يصير. الدخلات زاد والجو اللي قاعد يصير في العوام هذوما ما صاروا زاد قبل في السبعينات والثمانينات. صار وقت صار وقت دخلات اي صار والله ما ريت. لا صار وقت. لا مش دخلات، مش نحكي على الدخلات، صاروا اكثر. لا نحكي ممكن انت ما لعبتش سنتين سلامي قبل 50,000 ما بين كلوب افريكا خلينا ناخذ الدربيه هو يقول 50,000 ثلاثه بوليسيه في الصف، ثلاثه بوليسيه برك، والناس تغني واغاني معناها اغاني نتاع كيف، والناس تجيب عائلات بدلت العقليه بدلت بالخايب العقليه بدلت بالخايب. قبل في الستينات كانوا يمشيو بكسوه تو إيه. علاش ما نرجعوش نرجعوا ليش نرجعوا؟ انت تكلمت الرد، انا رد انا موافق معه. ليفيراج هما اللي عملوا المشاكل في الكوره، ليفيراج وقت نقصوا منهم امبيونس، عملوا لهم خرجوا منهم كوارث وقت نقصوا ليفيراج الناس هدات. دونك فما حلول، ارجع جمهور لكن الجمهور يكون تحت السيطره ما يجموش هو يحكم ويسرق. فيراج هو كما يحكي راهو لازم فيراج يجيب لك طرح. تبعني الفيراج لازم، اما اني هنا من موقعنا هنا ندعو زاد الجمعيات باش تاثر فيراجاتها، على خاطر تو في الاوروب مثلا نحكيو في الاوروب مثلا الميلان ولا اليوفي ولا الانتر الكابو كورفا اللي يحكم في الكورفا اللي يحكم في الفيراج عنده كونتاكت ديريكت مع الجمعيه راه يعني هو كي يتكلم الناس كل تتكلم هو كي يسكت تسكت فماش راه انت ريت الكابو كورفا نتاع الراجل بيضاوي تعرفوه هذاك السيد اليابو معناه فما احترام في الفيراج معناه لازم زاد ترجع لنا العقليه نتاع احترام الكبير سواديزون اما كابو كورفا في الميلان عنده اكثر من 40 المشكل في تونس توا الاخبار ما عادش يحضروا نزلنا نلقاو حلول الحلول هي القرارات اي قرارات لازم تكون قرارات صارمه. شو يقول ناصر البدوي؟ اللي يقول ناصر البدوي لازم من 2010 و2011 من غير جماهير زوز فرق حان الوقت باش ترجع الجماهير، حان الوقت باش نرجعوا نعبيو الاستادات نتاعنا كالعاده. مجيد تحب اليوم نتاع 60 و62 و58 نحبوا نعملوه في عام 2021 ماهوش كيف كيف، ما نجموش ينطبقوا على بعضهم. الجماهير كيف كيف لا تربينا احنا بطريقه معينه، لا نجموا نربيو صغارنا بطريقه اللي تربينا بها احنا. ولهذا لا مش نسيبوهم، لابد من التاطير. انا نقول لك حاجه، انا ناكد لك اللي في الفيراجات فما الطبيب وفما المحامي وفما الاستاذ وفما المثقف وفما الناس اللي هي تعمل في الشعارات. وقت اللي يبدا فما عدل رياضي ويبدا فما الظلم والناس ما تلقاش الظلم تو الناس الكل تنضبط، اما وقت اللي انا نحس الظلم ونحس جمعيتي مظلومه وقت رد لا ما تضربش مانيش نضرب الامن مانيش نضرب نتظلم عندي جمعيتي تدافع عليا مش كاين الجمهور مش يبارك فيك يا دكتور. انا مانيش نشرع، انا ضد الضرب وضد العنف لكن الجماهير تقبل لا كيفاش نقبل تقبل تقبل على روحك عندك جمعيتك تدافع عليك عندك مسؤولين يدافعوا عليك عندهم اتصال مع الجامعه مش انت حكم يوم نقبل الظلم يقعد متعود ونتكرر ونتعود هذيك لازم تغرسها في الجمهور نفس بيه فما شيء تظلم وشيء ما تظلمش كل ما تظلم ناس تظلم وناس ما تظلمش هذه المشكلة هو فما ناس تظلم وناس ما تظلمش شفنا عقلية يلزم واحد تظلم نكسر لا يا مجيد ما تقولنيش في كلام اللي ما قلتوش ما تقولنيش في كلام اللي ما قلتوش انا ضد الضرب وضد العنف وضد ان الناس تعتدي على املاك الدولة على خاطر الكرسي اللي تكسروا راه غدوة تقعد عليه انت ويقعد ولدك عليه ويقعد بنتك ويقعد اي انسان حاشاك التواليت ولا غير انا ضد الحوايج هذوما. اما زاد وقت اللي نحبوا نحكيوا على انضمام
انضباط جماهيري، يلزم يكون عام، يلزم فما انضباط في التحكيم، انضباط في الناس اللي تعين، وانضباط في كل شيء. وقت اللي نحطوا هذا كل وننظموه ونأطروه يصير هذا تو الناس تتبع، على خاطر التونسي عنده من الوعي والثقافه ومن الادب ومن التربيه اللي ينجم يتبع وينجم يمشي لبعيد. الفكره نتاعك كنت تظلم نضرب، لا لا ما قلتش، ما قلتش تخونيش كلامي، ما قلتش. فما ظاهره معناها بسرعه 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 في فما ظاهره اللي احنا معناها ما نحبذوهاش، هو العرك في وسط الجمهور تاع النفس الجماعيه. هذيك مشكله هذيك مش فما مشكلة لونتير، فما مشكلة داخلية. أنت تقول مثال رد فعل ناصر، ناصر ناصر أنت تقول جماهيري تظلم ترد الفعل. أنا ريغرت نجم تفهم اللي هي ترد الفعل، أما في وسط بعضهم شفت كلمة كنت تقول فيها بكري مزيانة برشا، قلت أنت في إيطاليا فما شكون اللي هو يتبع، فما اللي دار في كل جروب. الناس هذوما يلزمهم يجتمعوا وراهو عندهم الوعي وعندهم الثقافة خير مني ومنك وخير من الناس حتى اللي قاعد معناتها ما كامل الاحترام. راهو نقول لك أساتذة ومعلمين مربيين وناس تمشي للفيراجات، راهي تمشي متنافس بالنسبه لهم. والفيراج راهو عمل ثوره في تونس، راهو وصلوا دي ميساج في تونس اللي الناس ما قراتهمش حتى السياسيين اليوم اللي ولاو يحكيوا عليهم. راهو يلزمنا نعرفوا نقراوهم الميساج اللي يعملوهم في التريبيونات. يا ولدي اعمل ميساج على روحك، ما يسالش به اللي قلته، اما الفيراج مع بعضهم باش يضربوا مش معقوله. اي فما مشكله انتين هذيك الناس تحلها ما بين بعضها. يلزم يوصلوا الحاله نتاع ناس توعي اللي الكوره راهي كرة تنافس فيها، فما ربح وفما خسارة. هالعقلية هذه في لونجلتير اللي هو ليغانس كانوا أكبر كارثة في العالم، مش في لونجلتير برك. شو اللي تو ما بين ملاعبي وما بين زوز مترو ونحاول يبربلي، إذا ما نخلطوا لهذايا يا ما بالردع كما قال لك السلامي بالردع اللي سامحني اللي لوح كعبه ككاويه قروح في الحبس. نظم روحك في كل شيء، اسمعني ازاي يا صادق، نظم روحك في كل شيء واعمل الردع تو الناس تتبع. هو على كل حال الردع لازم يشمل الناس اللي قامت بتجاوزات، زاد مش معقول 100 واحد يجروا على 60,000 وتعاقب جمعيه اللي ما عملت لا يدها لا راسها. يعني في الكورفه تاع الانتر يعني لوحوا في سباك العام فيسبا كاريمون شدوه السيد اللي لوح فيسبا انت يعرفوهم كيحبوا يعرفوهم على الاقل في رادس فما الكاميرات سيرفيونس الكاميرات المراقبه موجوده، يعني يعرفوا الناس اللي تعمل في الشغب. مش بعيد كانوا ملاعبين يمشيوا يعملوا التزامات ما يمشيوش مش ملاعبين محبين كانوا يعملوا التزامات ما يمشيوش للميادين. نرجعوا للدار ويلموهم يتفرجوا في دار شباب. واضح على كل حال ان شاء الله ترجع الجماهير وترجع الحياه للملاعب والقاعات الرياضيه اللي قاعده يعني كانوا كما الفنان اللي قاعده ويكلوه قاعد يقدم في عرضه ما بدون تفاعل. نختموا مع تقرير صادم عن الوضعيه الكارثيه للبنيه التحتيه في النجم الرياضي الساحلي، اذا الجماهير تتحرك للانقاذ. عزيز الجبيري، لبيب الفاطمه ووليد الريحي. شانتي كبير ينتظر الهيئة المديرة الجديدة للنجم الساحلي، إضافة إلى الديون المفزعة اللي مثلت صدمة لأحباء النجمة والرأي العام بعد تجاوزها عتبة 75 مليار بالتمام والكمال. صدمة أخرى تستفيق عليها أحباء جوهرة الساحلي، هالمرة هي البنية التحتية الكارثية. كابلوات إضاءة على بر، فضلات وأوساخ في كل بلاصة، قاعة تقوية العضلات كلاها جديد، شبابك مخلوعة تعكس حجم الدمار اللي وصل له النجم الساحلي في الفترة السابقة. بعض الأحباء قالوا يا مزين من برا شنحوي لك من داخل، والصور اللي تحصل عليها فريق التاسعة سبور تغني عن كل تعليق. وضعية خلت جميع الأطراف تتجند الإنقاذ ما يمكن إنقاذ وإعادة ترتيب البيت والعمل على إعادة الهيبة والإشعاع للقلعة الحمراء. من خلال زوز حملات، الأولى تحت عنوان رجالك في الشدة دبان وتخص التبرعات المالية، أما الثانية فكانت بعنوان زين دارك وتهدف لجمع كل ما يمكن من سلع لإعادة تشييد مقر النجم وكل الفضاءات المدعية للسقوط والتي لا ترتقي إلى مستوى عراقة وتاريخ النجم الساحلي. فريق جوهرة الساحل يمر بفترة قد تكون الأصعب منذ تأسيسه ماديا ورياضيا، لكن أبناء النجمة بحبهم ووفائهم وتضحياتهم وغيرتهم على ناديهم ما يخليوهوش، وقادرين على فعل المستحيل من أجل إعادة النجمة إلى مدارها الصحيح.
محور صادمة صراحة عمرنا ما كنا نتصوره انه هذا موجود في النجم الرياضي الساحلي اللي عنده معناه واحد من اقوى واكبر المركبات الرياضية ليس فقط في تونس بل حتى في شمال افريقيا. صحيح هو مركب رياضي ونزل كان يعطيو به المثل وقت اللي سي عثمان جنيح معناها هو اللي خدم وهو اللي امن به وهو اللي صنعه معناها وقتها كان مفخره النجم الرياضي الساحلي والرياضه التونسيه لكره القدم التونسيه ككل وكان من اكبر مراكز التكوين الحقيقه اللي يستقطبوا اللاعبين الشبان ويسكنوا غادي والنجم معناها بوصول سي رضا شرف الدين ولا عمل غادي كوليج ولا يقراوا غادي زاده وكل شيء الحقيقه اليوم نهز ولادي يكوروا براتيكمون ثلاثه مرات في الجمعه للمركب النجم الرياضي الساحلي. البنيه الغازون والتيرانات ممتازين في حاله ممتازه ويسمحوا للتدريب وللتمارين وللمباريات. قعد البنيه التحتيه نتاع ناصر حجرات الملابس البنيه التحتيه نتاع النزل نتاع مركب النجم اللي هو كان مفخره وخاصه نتاع معناها البيوت اللي يسكنوا فيها الصغيرات واللي يقراوا فيها واللي بلديهم باعثينهم الحقيقة تراو في صور كارثية شيء بكي معناها معناها فهمتني هذا تراكمات متاع سنوات ما صارش صيانة الحقيقة لازم اليوم وقفة كبيرة رجالات النجم باش لخر النجم اليوم قلنا كان النجم يحب يبدأ ينقص من المصاريف ويحب يبدأ يتلافى كل فهمتي العجز المادي الكبير أول حاجة يعملها بور كومبريمي لي شارج كي باش يخمم هو خمس سنين قدام يخمم في الصغيرات اللي باش يكونهم تو اللي عمارهم 14 و15 و13 دونك ما ينجمش يكونهم الحقيقة عادل سامحني في الظروف هذه ظروف السكنة والظروف معناها اللي هي معناها تعبة شوية لازم اليوم وقفة كبيرة مرة أخرى نعاودها الرجال النجم الكل والأحباء النجم واللاعبين اللي تحب الكرة في تونس ككل لأنه النجم معناها موش الساحل فقط وإنما النجم معناها قادر باش يعطي عديد معناها اللاعبين في كل الرياضات للبطولة للمنتخبات التونسية سمح على ذاك ناصر فما حملة وقع إطلاقها مؤخرا الأولى تحت عنوان رجالك في الشدة تبان يعني هي تهدف إلى جمع الأموال والأدخاط يعني لإنقاذ الفريق خاصة تحكي على 75 مليار من مليماتنا كديون معناها يعني يبقبق فيها الفريق صح التعبير باللهجة بتاعنا ثم الحملة الثانية زين دارك اللي هم باش يجيبوا معناها كل المواد وكل ما يمكن استعماله من سلع ويد عامة لإعادة تشييد أو بناء ما شفناه من صور صادمة في علاقة بالبنية الأساسية التحتية في النجم الساحلي. أنا باش نعطيك سر في وقت من الأوقات كان واحد يتمنى باش يهز الفريق نتاعو يبات في مركب النجم الساحلي وبالتدخلات باش تنجم تاخو البلاصة نزل أربع نجوم وكان بالحق كان مستوى راقي برشا ومستوى عالي برشا ومالوريزمون وقت اللي تشوف البنية الأساسية نتاع النجم الساحلي معناتها بتصور هذوما اللي يوجعوا بحق معناتها اليوم باش يوريك نحكيو على زخم مادي كبير ديون كبيره لكن في الواقع معناتها الحاجه اللي هي المفروض تكون الباز اللي موجوده اللي يلزمها فيها ثوابت ما يلزمهاش تتمس نشوفوها بالطريقه هذه بالتصور هذه شيء صادم برشا لكن انا نعتقد على النداء اللي كنت تحكي عليه عادل راهو النجم الساحلي عنده من الرجالات وعنده من الكفاءات وعنده من المحبين اللي قادرين تعمل العجب واليوم وقت اللي كان فما اشكال مع سي رضا شرف الدين اليوم بارك الله فيه على المجهودات بالرغم انه تصور هذه في تاريخه هو معناتها الحق نتاع ربي تكون مخلقه ان نصرف الفلوس هذه الكل ومن بعد تخرج تصور هذه الحق في تاريخي انا كمسؤول عملت 9 سنين في الفريق بحق تصويرها صادمه لكن رجاله النادي قادره باش ترجع المركب لمستواه وخير وانا متاكد اللي باش تكون لفه كبيره من رجالات النجم الساحلي وحب النجم الساحلي وراء الفريق نتاعه. يعطيك الصحه ناصر بدوي اكيد نتمنى انه النجم يرجع لمداره الصحيح رياضيا وحتى صحيح. على مستوى البنيه التحتيه اللي كان يضرب بها المثل في تونس وخارج تونس باش يخدموا مع صور طبعا اللي جاتنا البارح من القيروان واحتفالات مشهوده وكبيره جماهيريه نشوفوها كبيره جدا بالمولد النبوي الشريف ان شاء الله كل عام وتوانسه كل بخير ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه والعافيه وخاصه راحه البال واعتقد صور نبتهجوا ونفرحوا بها لانه التوانسه رجعوا يعيشوا في حياتهم فاعتقد لابد انه تفتح الملاعب وتفتح القاعات الرياضيه ما نجموش معنا نعمل واحد فرض واحد سنه ويقعدوا الجماهير الرياضيه هم الوحيدين اللي محرومين نطيحوا من الوقايه هم محرومين
محرومين من حقهم في متابعة واديهم وفي العودة إلى الحياة. طالما هناك تجمعات في كل المناسبات وفي كل المحافل لابد أن تعود التجمعات الرياضة مع احترام طبعا البروتوكول الصحي والمحافظة على سلامة الجميع. هكا نوصل لنقطة نهاية حلقة اليوم، حلقة استثنائية نتمنى أن تكون نالت استحسانكم ورضاكم. ناصر بدوي مشكور على الحضور، ايضا عبد المجيد البوبارتيني، اسامه السلامي نورتنا، وطبعا صادق قحبيش نفس الفريق غدوه ان شاء الله يكون موجود بتعزيزات اخرى بالتاكيد. ستشاهدونا ان شاء الله في حلقه غدوه، لكن قبل هذا نحب نقول اللي ان شاء الله عيد مبارك، ان شاء الله مولد مبارك، وشكر موصول لكل الفريق اللي عمل معنا اليوم لتامين هذا البث، والشكر موصول ايضا وبالخصوص لاحلى جمهور. الى اللقاء، تصبحوا على خير. بسم الله جبت عينك، بسم الله جبت عينك.